نحتاج بالإضافة إلى المؤسسات إلى الأجهزة العسكرية والأمنية والمخابرات، لكن نحتاج إلى مجتمع قوي بأحزاب قوية بنقابات قوية بمنتخب عندهم مصداقية كيعرفوا يتكلموا مع المواطنين، ماشي كيتفكروهم بالقفام اللي كتقرب الانتخابات. وأنا غنقولها بالمباشر، اللي بغى يحن على المغاربة ما يغليش عليهم في المحروقات وما يستغلش حرية الأسعار ويغلي على المغاربة، واللي بغى يحن على المغاربة ما يغليش عليهم في المواد الغذائية والشركات راه موجودة في الأحزاب ديالهم، واللي بغى يحن على المغاربة ويفكر فيهم ما يغليش عليهم في السكن وكيربحوا بزاف والشركات عندهم في الأحزاب ديالهم. حنا مستعدين نقدموا الحساب، ولذلك باغي نقول للإخوة والأخوات المغاربة على رأسهم الشباب أينما كانوا، ما يمكنش تغلي عليا تستغل حرية الأسعار للبلاد مشات فيها لأن باش تخلق تنافسية وتربح بزاف وفي ظروف صعبة، وتجي من بعد تفكر الفقراء اللي بغيت تفكرهم كيتفكر يقول لك اللي بغى يسحب القراب كيسحبوا في الليالي، ماشي حتى كتقرب الانتخابات. بل شي مرة جاء عندي مسؤول كبير وكان الظروف في الحسيمة ماشي هي هذيك وحتى في أماكن أخرى، وهذا المسؤول الحزب ديالهم الشركات ديالهم فيها المحروقات وتيصنعوا المواد الغذائية ويصنعوا السكن ويديروا الألبسة كيصنعوا كل شيء الله يزيدهم. وبالمناسبة احنا ماشي ضد الأغنياء وماشي ضد رجال الأعمال، حزب العدالة والتنمية في حكومة سي عبد الله بن كيران في حكومة سي سعد الدين العثماني عبد ربه هو الذي أقر الأفضلية الوطنية للشركة الوطنية وما داروهاش اليوم في الحكومة 40 سنة واليوم كيتكلموا على الشركات. ولذلك احنا ماشي ضد الشركات وضد الاستثمار، بالعكس من اللي جينا في الحكومة السابقة والحالية وحنا الحمد لله دوين بزنس ربحنا تقريبا 50 نقطة، كنشجعوا الشركات الصغيرة والكبيرة والمتوسطة ونعاودوا مناخ الأعمال لكلمة ديزافير ونجيبوا الاستثمارات وكنفرحوا من يربحوا الشركات، لكن ما كنبغيوش يغليوا على المغاربة ويفترسوا المغاربة. قلت له بالمباشر اللي كيبغي البلاد ويبغي جلالة الملك ما كيغليش على المغاربة في الظروف الصعبة.